مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. هناك ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم غد الأربعاء، وأيضا الطقس بشكل عام ربيعي معتدل أثناء النهار، لكنه يميل إلى البرودة ليلا. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريوم لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستكون تحت تأثير كتلة هوائية ذات درجات حرارة معتدلة وأيضا رطوبة معتدلة، لكن الأجواء تميل إلى البرودة ليلا. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة تميل الأجواء إلى البرودة، خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. الصغرى المتوقعة بحدود 10 درجات مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم غد الأربعاء، بتسجل العظمى بحدود 21 إلى 22 درجة مئوي. الأجواء ربيعية معتدلة مشمسة أثناء النهار، لكنها تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. العظمى زي ما حكينا ما بين 21-22، الصغرى بحدود 13. يوم الخميس ارتفاع آخر قليل، أجواء ربيعية معتدلة أيضا مشمسة أثناء النهار، ودرجات الحرارة قريبة من معدلاتها تقريبا في مثل هذا الوقت من السنة، وأيضا تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. العظمى المتوقعة يوم الخميس 22-23 العظمى، والصغرى بحدود 14 درجة مئوية. الجمعة تنشط الرياح وتكون مثيرة للغبار والأتربة، خاصة في ما بعد الظهر والمساء والليل، ويكون انخفاض قليل على درجات الحرارة. أيضا أجواء تقريبا من حيث درجات الحرارة بتكون لطيفة إلى معتدلة أثناء النهار، لكنها تنخفض درجات الحرارة أثناء الليل وتصبح الأجواء غائمة جزئيا. وبعد منتصف الليل وصباح يوم السبت هناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر. العظمى المتوقعة يوم الجمعة ما بين 20 إلى 22 درجة مئوية، والصغرى بحدود 10 درجات. أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات المختلفة من المملكة، المناطق الشمالية إربد 25-14، عجلون 24-14، جرش 26-15، المفرق 24-12 درجة مئوية. المنطقة الوسطى البلقاء 23-13، مأدبة 21-14، عمان 21-13، الزرقاء 24-14، البحر الميت أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا في النهار لكنها لطيفة ليلا، 31-21 درجة مئوية. المناطق الجنوبية أجواء ربيعية لطيفة أثناء النهار وتميل للبرودة ليلا، الكرك 22-14، الطفيلة 21-15، الشراح 20-13، ومعان 26-14. خليج العقبة معتدلة إلى حارة نسبيا في النهار لكنها لطيفة ليلا، العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية. المنطقة الشرقية من المملكة أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا، الأزرق 28-13، الصفاوي 28-13، أرويشد 28-12، تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. مشاهدينا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريوم لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية
والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.